السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة رحاب المناصير من المدارس العالمية سوف نكمل يا ثالث معنا إن شاء الله الدرس الثاني من وحدة جمع البيانات وتمثيلها ولكن في البداية سوف نذكر مراجعة بسيطة للدرس السابق الدرس السابق يا ثالث تحدث عن جمع البيانات وتنظيمها وكما تعلمنا معنى أو مفهوم كلمة بيانات هي المعلومات التي نحصل عليها وتكون بحاجة إلى ترتيب في جدول الإشارات إذا جمع البيانات وتنظيمها البيانات معناها المعلومات التنظيم الثالث يكون عن طريق إشارة أو عن طريق جدول الإشارات درسنا اليوم يتحدث عن طرق جمع البيانات طرق جمع البيانات يا ثالث من المفهوم آه نتعلم انه في هناك اكثر من طريقه لكي اجمع المعلومات آه فيها آه اذا الطرق التي سوف اجمع المعلومات فيها هي عن طريق السؤال وعن طريق التجربه يا ثالث آه اذا عندي السؤال وعندي يا ثالث التجربه هلا في اول رح ندرس بدايه الموضوع يا ثالث عن السؤال انه بمعنى انه كيف تطرح سؤال والجواب الذي استخرجته من هذا السؤال يسمى يا ثالث نتيجه اذا يسمى نتيجه اذا عندي طرق جمع البيانات طريقتين، أول طريقة تسمى توجيه سؤال، وثاني طريقة تسمى التجربة. إذاً، عندما توجه سؤال يا ثالث، هناك تنتظر أنت بالإجابة. هل الإجابة التي تنتظرها أنت تكون مسماها في درسنا نتائج اذا برجع بعيد ثالث درسنا اليوم يتحدث عن طرق جمع البيانات من كلمة طرق اذا في هناك اكثر من طريقة حتى اجمع معلوماتي او بياناتي ومن هذه الطرق هي السؤال والتجربة يا ثالث وحكينا يا ثالث انه الاجابة التي تستنتجها من السؤال تسمى يا ثالث نتائج نكمل يا ثالث الطريقة الثانية لجمع البيانات إذا تحدثنا إلى الطريقة الأولى وهي السؤال أو طرح سؤال والإجابة تسمى نتيجة والطريقة الثانية هي التجربة يا ثالث ولكن قبل البدء بشرح بعرض المثال الوارد معي في الكتاب سوف أعرض عليكم قطعة نقدية يا ثالث هلا كثير ما نشاهد في حكم مباراة كرة القدم يرمي قطعة نقد إلى الأعلى ليحدد أي فريق سوف يقوم في اللعب، يعني عندي هون الحكم لا يستخدم أو حكم المباراة لا يستخدم السؤال، لا إنه لا لا يطرح السؤال إنه من الذي سوف يلعب في البداية. لا، الحكم المباراة أول أول شيء يقوم بإجراء أو برمي قطعه نقديه يا ثالث الى الاعلى او كما نعرف يا ثالث أن القطعه النقديه هي عباره عن صوره والوجه الثاني عليه كتابه اذا صوره وكتابه في آه آه يوجد هناك مثلا احد الفريق يختار الصوره والفريق الثاني يختار الكتابه يا ثالث فما يقوم به عندما يرمي الحكم المباراه القطعة النقدية إلى أعلى فتظهر إما بصورة الكتابة أو بصورة أو أو الصورة فهون يحدد حكم المباراة من الذي سيقوم باللعب في في البداية هلا الإجراء الحكم المباراة هذه العملية تسمى تجربة تسمى تجربة وعندي ظهور الصورة أو الكتابة على القطعة النقدية تسمى ناتج التجربة تسمى ناتج التجربة آه في عندي مثال قامت وداد بتجربة رمي قطعة النقد إلى الأعلى عشر مرات فكانت نتائجها كما هي مبينة جانبا إذا عندي وداد قامت بتجربة وهي تجربتها رمي قطعة النقد إلى الأعلى هل قطعة النقد التي رمتها إلى الأعلى مبينة في عندي في هذه الصورة فكانت النتيجة كما يأتي عندي ألف أو النقطة رقم واحد أصمم جدولا أبين فيه المعلومات المعطاة عند الجدول رمي قطعة نقدية عشر مرات نتأكد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حنطلع يا ثالث كم في عندي من خلال الرمي كم في عندي كتابة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة والصورة عندي أولا نلقي نظرة يا تالت إلى الجدول الموجود عندي، الجدول الموجود يحتوي على إجابات الطلبة، هلا إجابات الطلبة عندي علي مؤيد رائد وليد فارس إبراهيم إحسان والباقي يا تالت، هلا في عندي ذكر أو في أول عمود الأستاذ اسم الطالب وفي العمود الثاني لونه المفضل، يعني عندي هون علي أحمر اختار اللون الأحمر مؤيد اختار اللون الأزرق رائد اختار اللون الأصفر وليد اختار اللون الأحمر وهكذا يا ثالث كما باقي الطلاب عندي هون أجيبوا عن الأسئلة الآتية ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر بنروح يا ثالث على الجدول وبنحط دائرة على كلمة أحمر عندي أولاً واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وإحدى عشر إذا كم أو ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر إحدى عشر طالبا إحدى عشر طالبا السؤال الثاني ما الفرق بين عدد الطلب الذي فضل الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر هلا هل قبل الإجابة على هذا السؤال بدنا نروح يا ثالث للجدول الثاني عندي اللون أحمر وأصفر وأزرق وعندي هون يا ثالث العمود الثاني الإشارات إذا اللون الأحمر كم طالب اختار اللون الأحمر عندي المجموعة التي تكون من أربع إشارات وإشارة أفقية هون عددهم خمسة زائد خمسة زائد واحد ماذا يساوي؟ هون بجمع يا تالت عادي خمسة زائد خمسة عشرة زائد واحد إحدى عشر. اللون الأصفر عندي فقط مجموعة واحدة وهي خمسة. اللون الأزرق عندي خمسة زائد ثلاث ويساوي ثمانية إذا عندي هون ما الفرق بين عدد الطلبة الذين اختاروا اللون الأحمر والذين اختاروا اللون الأصفر نطلع يا تالت كم طالب اختار اللون الأحمر خمسة احدى عشر اه وكم طالب اختار اللون الأصفر خمسة هلا ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما آه إذا نكمل يا ثالث عندي هون ما الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر؟ هلا نرجع الجدول، الذين فضلوا اللون الأحمر إحدى عشرة طالبا والذين فضلوا اللون الأصفر خمسة طلاب. ما الفرق بين الذين فضلوا الأصفر والذين ف والذين فضلوا الأحمر يا ثالث؟ اللي هو الفرق بينهما ستة طلاب. ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأصفر أو اللون الأزرق؟ هون يا ثالث هي موجودة أو بس بالأصح هي مش أو إذا بدي أجمع اللون الأصفر زائد اللون الأزرق، هون بدي أجمع عدد الطلبة الذين فضلوا الأصفر مع اللون الأزرق يا طا يا ثالث، بدي هلا برجع كم عدد كم طالب فضل اللون الأصفر خمسة وكم طالب فضل الأزرق ثمانية؟ إذا بدي أجمع خمسة زائد ثمانية ويساوي ثلاثة عشرة طالبا أه نكمل ما عدد طلبة الصف جميعا يا ثالثة لا لما بدي اجي اعرف عدد طلبة الصف ما بدي ارجع لاجابات الطلاب بس هون واحد اثنين ثلاثة اربعة لا برجع يا ثالث على الجدول الثاني اللي موجود فيه الاشارات بجمع الاشارات وبكون الطريقة الافضل ناخذ يا ثالث القلم قلم او لون لون الاحمر كم طالب أحد 11 طالبا زائد الذين فضلوا اللون الاصفر خمسه طلاب زائد الذين فضلوا اللون الازرق ثمانية طلاب نجمع يا ثالث 11 زائد خمسه زائد ثمانيه ويساوي اربعه وعشرون طالبا اذا الاجابه هون يا ثالث أربعة وعشرون طالبا آه إذا عندي آه أول سؤال أصمم جدولا أبين فيه المعلومات المعطاة هلا لما بدي أجي أصمم جدول ثالث أصممه بهذا الشكل عندي عمودين آه نتائج التجربة وعندي الإشارات هلا تصميم الجدول كان المعلومات المعطاة تكون عن طريق الإشارات آه عندي آه كم ظهرت الصورة وكم ظهرت الكتابة برجع ثالث على الكتاب اللي عندي هلا كم عندي في ظهرت صورة نتيجة لرمي القطعة النقدية نعدهم مع بعض واحد اثنان ثلاث اربعة اذا عند صورة هون ثالث نكتب اربع اشارات واحد اثنان ثلاث اربعة اذا كتابة كم مرة واحد اثنان ثلاث اربعة خمسة ستة إذا الكتابة ظهرت ستة مرات، واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، وستة، السؤال أه الثاني ما عدد مرات رمي القطعة النقدية؟ إذا كم مرة رميت القطعة النقدية؟ بروح بجمعهم يا ثلاثة من الجدول، عندي أربعة زائد ستة ماذا تساوي؟ عشرة، إذا كم مرة؟ عشر مرات. ما عدد مرات ظهور الصورة نطلع يا ثالث كم مرة ظهرت الصورة أربع مرات ما عدد مرات ظهور الكتابة نطلع على الجدول الثاني الكتابة كم مرة خمسة زائد واحد ويساوي ستة طيب بكم يزيد عدد مرات ظهور الكتابة على عدد مرات ظهور الصوره يعني كم بتزيد السته عن الاربعه تزيد بكم يا ثالث في باثناء اذا ملخص الدرس لليوم يا ثالث تعرفنا الى طرق جمع البيانات وهي طريقتان اما بتوجيه سؤال والاجابه عنه تكون نتائج واما يا ثالث بتجربه وتسمى ناتج التجربه اذا عنا هون طرق الجمع اما بسؤال واما بتجربه اول شيء اخذنا اللي هو توجيه السؤال لما بيكون عندي عدد كبير يا ثالث بوجه له بوجه سؤال والجواب اللي بيطلع بسميه نتيجة وعندي والطريقة الثانية الثالثة هي عن طريق التجربة عن طريق التجربة باستخدام القطع النقدية يا الثالث يعطيكم ألف عافية